تمام، مرحبا بيكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. غسيتنا لليوم سهلة مهلة، ما فيها حتى شيء، ما تتكلفش، ما تشدش برشا وقت في التحضير. مش حضروا مع بعضنا لازانيا بالدجاج، روعة الحقيقة، بدنا نودكم ومنشهيكم. يلا تابعوني، شوفوا مع بعضنا طريقة التحضير. اول حاجه لهنا باش نبداو، بسم الله، خذينا راس بصل طويل هذاك، معاه زدر دجاج متوسط، قصيناه دي كوب باش يسهل علينا هكا باش نفرموه، ونفرموه مع البصل. ولا تنجم تقصو دي كوب صغار، معناها انت شنو تحب. ما شاء الله كيما تشوفوا زدر دجاج هكا طايح كونتيتي باهيه. باش نحضروا توا الصوص نتاعنا، باش نحطوا زيت، مغرفة كبيرة طماطم كونسنتري، ومقدار هكيكا 3 كعبات طماطم مرحيين. هنا خذيت نص رطل متاع الحكة متاع طماطم بالثوم هذيك الحاضرة، تبدأ مزروبة تيبلك في لحظة. نقليوهم شوية بالباهي باش نحك القروسية متاع الطماطم، وتوا باش نزيدو عليهم إزدر الدجاج والبصل المفرومين. نوسعوا بينا هنا في حلين الدجاج خاطر يلصق في بعضه كي نفرموه. وتوا باش نزيدوا لفاحات لهنا، 4 صنينات ثوم مرحيين، مغرفة صغيرة هريسة عربي، وريقتين رند، بعد ما تقليو شوية باش نزيد مغرفة كبيرة فلفل أحمر، مغرفة تابلو كروية، شطر مغرفة فلفل أكحل، شوية كليلو زعتر، شطر مغرفة كركم، والملح. هذا فيحنا متاع الصوص متاعنا. نمرقوها توا بالماء سخون، ونخليوها تيفاق عليها كما تشوفوا. توا الصوص نتاعنا حضرت، ما تشدش برشا وقت راه في التحضير، من با دجاج ما فيهش روح في سايتيب. توا باش نحطوه على جنب تبرد شويه، باش نحضروا الصوص بشمال. خذيت 100 غرام زبده والا 4 مغارف زبده، عليهم 4 مغارف فرينه، 100 غرام زبدة عليها 100 غرام فارينة. ذوب زبدة من الأول، وبعد كده نزيدوها الفارينة، نقليوهم بالقدام بالقدام مع بعضهم. وطبعا باش نزيد مقدار 600 مليليتر حليب، ما نقصوش على التحريك. ديجا هبطت لكم طريقه تحضير صوص بشاميل وحدها، في الاخر باش نزيد شويه فلفل اكحل وشويه ملح خاطر ما عنديش لهنا نواد ميسكات، دونك نعوضوه بالفلفل الاكحل زاد يبنن الصوص على الاخر وتجيكم بنينه بالكدا بالكدا. فوالا، توا الصوص نتاعنا حاضر، باش نبداو في تحضير اللازانيا. اول حاجه باش نبداو بها ناخذ بيريكس ونحطو من اللوطه الصوص بشاميل. صوص بيشاميل نطيبوها في الاخر ونستعملوها وهي سخونه، سينو راهي تجمد. حطوا توا ورق اللازانيا، انتي الطبق نتاعك قد يهز. توا نحطوا فوق منها الصوص تاع الدجاج. هنا غمارك راهو انا ما نصمتش ورق اللازانيا، فما برشا يسمتوهم باديتو، تحطها كيما هي وتيب لك ما تفرق حتى شيء. شوفوا الاستوس في الاخر باش هي تيبلك في سال الوراق.
فوالا. توا باش نحطو مقدار لوش من الصوص بشاميل، تحب تحط فرماج تحط، لهنا حبيت تخليها سامبل ماكسيموم، اقتصادية زادة. ونعاودو توا طبقة أخرى من أوراق اللازانيا. اوكي نعملو عكس بعضهم باش تجينا مريقلة. نزيدو توا طبقة من الصوص نتاع الدجاج، طبقات ساديبون من انتي كوبري البيريكس مش استعملو، وانتي والكونتيتي نتاع الصوص اللي حضرتها في البيشاميل ولا في الصوص نتاع الدجاج. حطو توا كيف كيف لوش من الصوص بشاميل، توا باش نحطو اخر طبقة لهنا. فما نصيحة اخرى، ما تعبيوش البيريكس للخر بالكل، خاطر راو عملتها انا مرة، معناها غلطة عملتها انا قبل، عبيته للاخر دونك من بعد هو خاطر اللازانيا كتي بتطلع الفوق اكساس والكل تبزع لي البرة وحسيلو، دونك بريفيرونس تكون كيف هكا كيف ما حضرتها انا، معناها تبدا امورها مريقله، لما تعبيوش البيريكس للاخر. البقاع من الصوص حطيته حاولت نحطه على الوراق الكل نتاع اللازانيا، تجي منظرها مزيان وتجي بنينه اون بلوس كي تحطوا هكا من فوق الصوص ومع البيشاميل، خاطر فما برشا يحطوا الوراق اللازانيا فوق منها سيل، تبقى الاخرى فوق منها البيشاميل كهوا والفخماج. دونك انا ديما نحط البقا من الصوص ومع طبقه من البيشاميل، نكملو نحطو البقا لنا الكل، ماذا بينا نغطيو الكل بالبيشاميل من فوق. فوالا توا بعد ما كملنا عندي غرويير لهنا بريسك 150 غرام كيكا 150 غرام، نحطهم على الوجه نتاع اللازانيا الكل من فوق، نزيدها بنة على بنة الحقيقة، إذا بينا نعبيوها هكا من فوق. حطوا الفرن تاعنا على 200 درجة من فوق من اللوطة بتوعي يسخن بالمسبق. وتوا لاستيوس باش تجيبلك ورق اللازانيا من غير ما تصمتها من غير حتى شيء، تغطي بابي كويسون وفوق منه بابي ألمنيوم، هكيكا يرجع لها كالفابور الكل لداخل وتيب في ساعة وتيب في حقها. لليمنيوم بتبيع هذا باش يتنحى بعد هكيكا نصيف ساعة، نخليوها باش تاخذك الوجه من فوق تحمار وتعطينا الكولور المزيان. فوالا هذه الريزولتا، الريحة ما نحكي لكمش، البنة ما نحكي لكمش، غوسيت اقتصادية على الاخر. ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنسيوش كالعادة لايك على الفيديو، ابوني على شين يوتيوب، نستنى لي كومنتير. مرحبا بكم الناس الكل وصحة وشفاء.